السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أول درس من كورس الأوتوكاد للمبتدئين. هيكون معاكم سعيد الشايب من أكاديمية بيت المهندسين. الكورس هيتناول شرح بسيط جدا للأوامر المهمة في الأوتوكاد وإزاي نقدر نرسم بيه أشكال هندسية بسيطة. وبعد ما نخلص هنبدأ ناخد من جزء، يعني هنطبق على جزء ميكانيكال، وبعد كده هنخش على تطبيق خاص بالمعماري، وهنشوف مع بعض زي في الكورس الاوامر الاساسيه. هنشوف ازاي نقدر نعمل بلوك، يعني ايه لاير وازاي نغير الوانها، واللاير دي بنستخدمها في ايه اصلا، طب ايه هي البلوكس، ازاي نعمل لها كرييت، وازاي نجيب البلوكس الموجوده اصلا جوه الاوتوكاد. يعني الاوتوكاد نفسه في السيت اب فيه بلوكس، البلوكس ديت ببساطه شديده هي ايتمز زي مثلا ترابيزه شكل ورده، شكل كمبيوتر، شكل مثلا اناره. الحاجات دي بتبقى حاجات مرسومه جاهزه بنقدر نحطها عندنا في المشاريع ونستخدمها مباشره. طيب يبقى احنا هنشوف مع بعض الاوامر البسيطه، هنطبق عليها ابلكيشن ميكانيكال، وهنعمل شغل برضو ايه ابلكيشن معماري، هنرسم فلور بلان بسيط. وبعد كده هناخد حاجه ادفانسد شويه اسمها الماكروز. الماكروز دي معناها ان احنا بنعمل ريكورد لمجموعه اوامر، وبدل ما اقعد اعيدها واحد واحد بعد كده، لا انا بعملهم ايه، بعمل لهم ريكورد، وبعد كده بخلي الكمبيوتر يطبق كل اوامر دي مره واحده بامر واحد بس مني. بعد ما نخلص الكلام ده هنشوف ازاي نقدر نعمل عمليه الطباعه. اول حاجه هنعملها مع بعض ان احنا بنختار قائمه ستارت، وبعد كده بكتب كلمه اوتوكاد. طبعا واحنا شغالين احنا محتاجين ماوس زي ده اللي هو بقى ماوس بثلاث زراير، يعني يبقى زرار كليك يمين وشمال، والبقره دي نفسها بنعمل بيها زوم ان واوت، يعني نكبر، وهي تحتها زرار اصلا، يعني فبنسميه ماوس بثلاث زراير. ماشي. طبعا في بعض الماوسز بيبقى فيه زرار الرابع دوت، الزرار دوت بيبقى خاص بالسنسيتيفيتي، لما تحرك الماوس يعني يبقى سريع ولا بطيء معاك. واخيرا طبعا لازم يبقى معاك كوبايه شاي وانت شغال، عشان مفيش مهندس بيشتغل من غير شاي. طيب اما نبدا الاوتوكاد هنلاقي عندي قائمه او تاب مفتوح اسمه ستارت، وديت هتلاقي فيها بعض الفيدباك، تقدر تتعامل مثلا تبعت فيدباك عن البرنامج لاوتوديسك. هتلاقي عندك ريسنت دوكيومنتس اللي هي المشاريع القديمه المفتوحه، وهتلاقي بقى الحاجات الاساسيه اللي هي ستارت دروينج، اوبن فايل او اوبن شيت سيت اند سو اون. طبعا احنا محتاجين نبدا دروينج، فهختار الايكون اللي اسمها ستارت دروينج، هدوس عليها كليك، هلاقي التاب بتاع ستارت لسه مفتوح زي ما هو، وفتح لي تاب تاني اسمه دروينج 1. طبعا قبل ما نبدا نشتغل الطبيعي ان انت بتعمل سيف للمشروع بتاعك، فبنختار الايكون الكبيره دي اللي هي حرف الاي، بنسميها اوبشن منيو، ونقول له عايزين نعمل سيف. طبعا الاوامر دي ثابته، يعني هتلاقي نيو اوبن وسيف وسيف از وامبورت واكسبورت، الحاجات دي ثابته في اغلب البرامج الموجوده في السوق بغض النظر عن ايه البرنامج اللي انت بتشتغل بيه. من ضمن الحاجات المهمة جدا المنيو دي اسمها اوبشن منيو، وبالتالي هنلاقي هنا الاوبشنز او المعلومات الاساسية او الاوبشنز الاساسية الخاصة بالبرنامج بتاعنا، وهنحتاجها لما نعوز نغير حاجة من الخواص دي، هنرجع لها مع بعض. بعد جنب الاوبشن منيو هتلاقي عندك بعض الاوامر دي بنسميها كويك اكسس تول بار. كويك اكسس تول بار بيبقى فيه اوامر زي اللي موجوده تحت ديت، بس موجوده مع بعض متجمعه في تول بار اللي احنا بنسميه كويك اكسس تول بار، بحيث تقدر ترجع لها بسهوله. زي مثال مثلا لو فتحت الاوبشن منيو هتلاقي سيف، وفي الكويك اكسس تول بار هتلاقي برضو امر مين، امر سيف. امر لاين كمثال ده هنا في جزء تحت، الجزء ده بنسميه الريبون، بنسميه الريبون. يبقى الريبون في مجموعه تابس، كل تاب في مجموعه اوامر. يبقى انا عندي الهوم دوت ده بنسميه تاب، الانسرت بنسميه تاب، الانوتيت بنسميه تاب، والجزء اللي تحت ده كله اللي هي فيه التابس بنسميه ريبون. طيب جميل، انا هختار دلوقتي هوم وعندي امر لاين، لو دوست عليه رايت كليك هتلاقي هنا اوبشن اسمه اد تو كويك اكسس تول بار. يعني لو امر اللاين ده انا بستخدمه كتير ممكن اضيفه هنا للاوامر اللي فوق، لما اقول له اد تو كويك اكسس تول بار هتلاقي امر اللاين ظهر عندي فوق. يبقى كويك اكسس تول بار انت بتعمل له كاستمايزيشن على حسب انت عايز بالظبط ايه الاوامر اللي تبقى متاحه معاك باستمرار عشان هتستخدمها في المشروع، عشان هتستخدمها في المشروع بصفه مستمره. طيب عندنا في الاوتوكاد حاجه مشهوره جدا اسمها كوماند لاين او كوماند تول بار او وات ايفر اللي هتقولوا عليه، ده اللي بنكتب فيه الاوامر. يعني ايه؟ يعني بص لو وقفت على امر لاين وسبت الماوس
هتلاقي بيقول لي ان اسمه لاين، صح؟ عارف لو جيت على الكيبورد وكتبت كلمه لاين في الكوماند بورد ديت، هتلاقيه ظهر لك اول اختيار بيقول لك يبقى انت كده عايز تعمل امر لاين. لما ادوس انتر يبقى انا بدات امر ايه؟ امر لاين. هنا بقى في الكوماند تول بار ده عظيم جدا. ليه عظيم جدا؟ الحقيقه بيديني هيلب، بيديني كويك هيلب. يعني هتلاقيه مثلا بيقول لك ايه؟ سبيسيفاي فيرست بوينت، يعني بيقول انت عايز ترسم لاين، حط بقى اول نقطه. فتروح جاي دايس كليك وماشي في اي اتجاه انت عايزه وتدوس كليك تاني، يبقى انت كده رسمت لاين. ننزل تحت ندوس كليك يبقى احنا رسمنا لاين تاني، نمشي رسمنا لاين، دوس كليك كمان مره رسمت لاين. سهله. عايز تخرج من الامر خالص دوس انتر، يبقى دوس على زرار انتر، يبقى انا كده خرجت من امر ايه؟ لاين. هتلاقي هنا تحت بيقول لي ايه؟ طيب اكومنت، معنى كده ان ما بقاش امر لاين سيلكتد. لو دوسنا انتر تاني هنختار امر لاين تاني. يبقى انا بص بختار الامر اللي هو لاين، وبعد ما اخترت لاين بدات ارسم، وبعد ما بدات ارسم ادوس انتر اخرج من امر لاين. لو دوست انتر تاني اخش جوه امر لاين تاني. سهله. طيب يبقى انا ادوس ستارت بوينت ابدا ارسم ايه؟ لاينز تاني. مفيش مشاكل، سهله جدا. طيب احنا عايزين نرسم نفس اللاينز دي، بس عايزين نرسمها بوحدات. يعني انا عايز اعرف هرسم لاين مثلا 10 سم 20 سم 10 انش 10 فيت، يبقى انا عايز ارسم اللاينز بالوحدات. يبقى عشان نبدا نرسم الطبيعي ان احنا بنحط يونتس، بنعمل سيتنج للايه؟ لليونتس. فاروح عامل ايه؟ اروح مختار اكتب يو ان اللي هي اول اختيار للنوت. بص يو ان ده الشورت كات بتاع كلمه يونتس، الشورت كات بتاع كلمه ايه؟ يونتس. طيب نجيب الشورت كاتس كلها منين؟ هنقول بس يعني خلينا ما نسبقش الاحداث. يبقى انا اقول له ايه؟ اقول له يو ان وادوس انتر، يبقى انا هيفتح لي الديالوج بتاع اليونتس. طيب بص لو هنشتغل بالانش، ال 12 انش بيساوي 1 فيت، ال 12 انش بيساوي 1 ايه؟ 1 فيت. فلو كتبت 12 انش معناها ان انا عايز 1 فيت، صح؟ طب لو كتبت 13 انش معناها ان 1 فيت و1 انش. جميل. طيب لو جينا هنا على اليونتس وقلت له خليها لي معماري اللي هي اركتكتشرال واخترتها، وقلت له هنا اليونتس بتاعتي بالانش، بص هتلاقي السامبل تحت كاتب لك ايه؟ 1 فيت ونص انش، او 2 فيت او 2 انش او 0 انش وهكذا. يعني بدا يحط ايه؟ فيت وانش. انا عايز اعمل ديليت للكلام ده. عشان تعمل ديليت الموضوع بسيط جدا، دوس على كليك على اللاين ده، كليك على اللاين ده، كليك على اللاين ده ودوت، وبعد كده رايت كليك وتقول له ديليت. هنا ديليت اسمها اريز، ماشي؟ يعني ديليت في الاوتوكاد اسمها اريز، يبقى انا اقول له اريز. طب ماشي، انا مش هقعد اختار ايتم ايتم. لا، احنا بص في الاوتوكاد عندنا ايه؟ عندنا ان احنا ممكن ندوس على الماوس ليفت كليك ونشيل ايدنا، يعني بص اهو ماشي مش لسه دايس، واول ما اتحرك الماوس هيروح عامل لك ويندو سيلكشن ويندو. لما تدوس على الماوس تاني ليفت كليك كمان مره هيعمل سيلكت للايه؟ لكل حاجه كان جوه الويندو. بس الويندو لو طلعت انا رسمتها من اليمين للشمال، وبالتالي ديت بتعمل سيلكت لاي ايتم هيبقى تاتش للويندو دي. بص هنجرب، هدوس كليك وامشي من اليمين للشمال. اللاين ده هل هو 100% جوه الويندو؟ لا. بص حتى لو دوست دلوقتي كليك تاني هيختار برضو اللاين، لان انا عملت سيلكشن ويندو من اليمين لايه؟ للشمال. طيب بص بقى، لو عملت سيلكشن ويندو دوست كليك وعملت سيلكشن ويندو من الشمال لليمين، لو اللاين ده ما دخلش 100% جوه الويندو ودوست كليك ما يعملش حاجه. تاني بص كليك وامشي من اليمين للشمال، التو لاينز دول بقى جوه الويندو، لو دوست كليك تاني دلوقتي هيختارهم الاثنين. بعد كده اروح دايس ديليت على الكيبورد يعمل لهم ديليت. يبقى عشان اعمل سيلكت ادوس كليك وبعد كده كليك تاني واعمل ديليت. طيب احنا عايزين دلوقتي نرسم لاين الطول بتاعه 24 بوصه، او اقول لك 30 بوصه، مش احنا الوحدات عندنا بالانش، يبقى احنا عايزين نرسم 30 بوصه. بص كده اروح جاي واخد امر لاين واروح داخل، او اروح مختار ستارت بوينت وماشي في الاتجاه ده كده، واروح كاتب 30 على الكيبورد، وبعد كده شيفت ط اللي هي بوصه ودوس انتر. عمل ايه؟ رسم لي خط الطول بتاعه 30 بوصه. طيب هدوس اسكيب مرتين اخرج من امر لاين خالص. عايزين نشوف ده طوله ايه اللاين ده؟ ماشي، ما عشان تشوف الطول ما عندنا هنا علامه هي ظريفه جدا اسمها دايمنشن، وبيقول لي ان الشورت كات بتاعها، بص شوف الويندو دي كده الشورت كات بيقول لي دي اي ام. فبص لو عملت كده كتبت دي اي ام ودوست انتر يختار امر ايه؟ دايمنشن. فدوس كليك واروح دايس كليك تاني على الاند بوينت واطلع لفوق كده وادوس اسكيب مرتين، بص لما اعمل زوم يلاقيها بقت مكتوبه كام؟ 30. طيب لحد هنا الامور جميله. الدايمنشن دي انا مش محتاجها، اعلم عليها وادوس ديليت. يبقى احنا كده رسمنا لاين وحطينا الدايمنشن بتاعه.
طيب نعمل ايه بعد كده؟ انا عايز ارسم لاين الحقيقه بس بزاويه، عايز ارسم لاين بس بزاويه. طب ما اكتب امر لاين لو كوماند وادوس انتر وبيقول لي فين الستارت بوينت، اقول له بص اهي الستارت بوينت، بس انا مش عايز احط الاند بوينت دلوقتي، هدوس شيفت واعمل علامه الزاويه واكتب 30 وادوس انتر، فيعمل لي لاين بزاويه كام؟ بص 30، وعايز اعمل طوله 12 بوصه فاكتب 12 وادوس انتر. بعد كده عايز امشي كده بلاين تاني، بص لما بدوس على الماوس بكره اللي في النص بعمل بان، يعني بحرك الدروينج بتاعي. عايز اعمل لاين تاني بزاويه 90، يبقى بص اروح جاي اعمل علامه الزاويه كاتب 90 وادوس انتر، وبعد كده اروح جاي طالع ستريت وبعد كده كاتب مثلا 24 وادوس انتر، واعمل زوم اوت شويه كده. بعد كده نمشي برضو نفس الكلام ستريت. بص لو نزلت على البوينت دي بتعمل عليها سناب، بتعمل عليها سناب، وادوس كليك واروح قافل الدروينج بتاعي. بعد كده ادوس انتر اخرج من الامر. يبقى احنا كده رسمنا شكل بسيط جدا باستخدام امر لاين وحطينا الانجلز. ان شاء الله الدرس الجاي هناخد معلومات اكتر، ده كان مجرد المقدمه.